الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الدكتور عمرو محمد عبد اللطيف، دكتور متخصص في علوم الحاسب والرياضيات، وهنبدأ في شرح شابتر واحد من منهج البرمجة جافا. أول حاجة العناوين بتاعت الشابتر هنا بيقول لي أنا هتكلم عن الداتا هيراركي، يعني التدرج الهرمي للبيانات. العنوان الثاني بمقدمة عن الأوبجكت، يعني إيه معنى كلمة أوبجكت ويعني ايه التكنولوجي القائمة على الاوبجكت والكلاسز وكده، بس شرح نظري لحد ما يجي العملي في الشباتر اللي بعد كده. بعد كده انواع اللغات المختلفة، تمام، وبعد كده البرامج ازاي بنتم تطبيقها. نمسك دلوقتي الداتا هيراركي. دلوقتي انا لازم افهم حاجة كويس جدا جدا، ان لو دي كيبورد والمفروض ان اليوزر كتب داس على حرف من الحروف على الكيبورد وليكن حرف الايه، فالمفروض ان الحرف ده بينتقل الى الكمبيوتر، بيمشي في الكمبيوتر في السلك، بيمشي في صورة 01، يعني مثلا 01101011 بيمشي في الصورة دي، صورة بيسميها الصورة الباينري، يتحول او تنتقل شفرة الرقم خلاص عند الضغط على الكيبورد الى الكمبيوتر، ويتم تخزينها بتتخزن بداخل الكمبيوتر. وبعد ما بتتخزن لو انا حابب اعرضها على الشاشة مش بتتعرض بقى بالصورة الباينري، لا بتتعرض بالرمز نفسه خلاص. يبقى اذا لابد من دراسة وحدات التخزين. وحدات التخزين دي هي اللي احنا بنسميها الداتا ايه، هيراركي، بالترتيب من الصغير الى الكبير. اصغر وحدة هي وحدة اسمها البت. البت دي اما بتخزن زيرو او بتخزن واحد. الوحدة اللي اكبر منها وحدة اسمها البايت. البايت دي معناها سلسلة من البيتس. السلسلة من البيتس مكونة من 8 بت، 1 2 3 4 5 6 7 8. بعد كده الوحدة اللي أكبر من البايت، طبعا في وحدات تانية أكبر من البايت اللي هي الكيلو بايت والميجا بايت والجيجا بايت والتيرا بايت، لكن هنا في واحنا بندرس البرمجة هناخد حاجة اسمها الكاركتر. الكاركتر اللي هو الحرف. حرف زي ايه؟ في عندنا حروف زي من الاي سمول الى الزد سمول، او في حروف زي من الاي كابيتال الى الزد كابيتال، او في سبيشال كاركتر زي حرف الات، زي حرف الهاش، زي حرف الهات، زي حرف الكولون، زي حرف السيمي كولون، سيمي كولون، تمام. دي كلها حروف بيسموها سبيشال كاركتر، حروف خاصة. طبعا الليس زان، الجريتر زان، كل دي برضو من تبع الايه، الحروف الخاصة، البلس، الماينس، او الهايفن. هايفن اللي هي الاندر سكور، ساعات بيقولوا عليها هايفن او اندر سكور. كل حرف من الحروف ديت يا جماعة له شفرة. الشفرة ديت احنا بنسميها اسكي، اسكي كود. الاسكي كود ده اختصار ايه؟ اختصار امريكان ستاندرد كود، الكود الامريكي الموحد فور انفورميشن انتر تشينج، يعني الكود الامريكي الموحد لتبادل البيانات والايه والمعلومات. وقال ان الحرف الواحد ممكن اخزنه في مساحة 1 بايت، في مساحة 1 بايت. طبعا هخزنه ازاي؟ ان كل حرف له ايه، له شفرة. بعد كده وبعد كده قالوا ان الاسكي دوت ما بيدعمش اللغات الايه، اللي هي العربية والصينية والهندية، اللغات التانية غير اللاتينية. الاسكي بيدعم فقط اللغات اللاتينية، لذلك عملوا حاجة اكبر من الاسكي، حاجة اسمها اليوني كود. اليوني كود قالوا ان الحرف الواحد بدل ما هخزنه في وحدة بايت، لا انا هخزنه في وحدة من 2 بايت. طبعا والبايت الواحد 8 بت، يعني معنى كده ان حرف يوني كود هيتخزن فيه 16 بت. الجافا كلها من اولها لاخرها شغاله ايه، شغاله بشفره اليونيكود. لكن في لغات تانية زي السي بلس بلس والسي شغاله بايه، بالاسكي، وفيها برضو اليونيكود خلاص. بعد كده في حاجه اسمها السترنج. ايه هو السترنج؟ هو سلسله من الحروف.
فبنقدر نعرفه ان هو sequence of characters. زي ايه مثلا؟ لما اجي اقول كلمة عمرو، AMR، ادي سلسلة من الحروف، من 3 حروف كونتهم مع بعض. او ممكن اقول له مثلا my age is 20، يبقى ده كده ايه؟ سلسلة من الحروف. تمام؟ ممكن الحروف دي على فكرة تبقى ارقام هو بيتعامل معاها كحروف. يعني فور اكزامبل، مثلا لو انا على الكيبورد بتاعتي كتبت كيوزر ضغطت على حرف الزيرو، هو زيرو، هل تتوقع ان ينتقل في السلك حرف الزيرو؟ قال لك لا، بيتوقع ان هو بينتقل شفرة حرف الزيرو اللي هي 48. وبالتالي الزيرو له شفرته كام؟ 48. الواحد له شفرته 49. الاتنين له شفرته 50، وهكذا. الأرقام لها شفرات، والحروف لها شفرات، والحروف الخاصة لها أيضا إيه؟ شفرات. تمام؟ طب بنعرف الشفرات دي إزاي؟ من الجدول بتاع الكودز، الجدول الأكواد هو اللي بيعرفنا. طيب الوحدة اللي أكبر من السترينج حاجة اسمها الفيلد. الفيلد دوت ممكن يكون سترينج يعني سلسلة حروف، ممكن يكون رقم انتجر يعني رقم صحيح، 5 سالب 5 رقم صحيح، او ممكن يكون فلوت بوينت، رقم بكسر 5.3، وهكذا. هو وكل حاجة وليها نوع. طبعا، يعني مثلا ايه؟ لو انا جيت قلت النيم، الاسم، اسم الطالب، اسم الطالب ده هيكون رقم ولا هيكون سترينج؟ لا طبعا هيكون سترينج. اللي اكبر من الفيلد حاجة اسمها ريكورد، السجل. ايه بقى الريكورد؟ لو انا جيت مثلا قلت لك جمع لي بيانات عن ستيودنت، بيانات عن ستيودنت، هتقول لي بيانات الطالب هي ايه؟ هي النيم بتاعه، اسم الطالب، ممكن اخزن عنه الايج، ممكن اخزن مثلا عن الطالب الديجري، الدرجة بتاعت الطالب. طيب تعالوا كل فيلد نصنفه. النيم لازم هيكون نوعه ايه؟ نوعه سترينج لانه سلسلة من الحروف. الايج، العمر، هنصنفه ان هو انتجر، رقم صحيح. الديجري درجته لو فيها كسور مثلا 10.5 وكذا وكده، يبقى لازم هنصنفه ان هو فلوتنج ايه؟ فلوت بوينت او فلوت، يبقى ده معناه ان هو فيه كسور. خلاص؟ وهكذا بقى، بيانات عن بنك، بيانات عن مستشفى، بيانات عن اي حاجة هنخزنها في صورة ريكورد، سجل. يبقى تاني كده، مما يتكون الريكورد من مجموعة من الفيلدز. وما هو الفيلد؟ هو وحدة تخزين البيانات. والفيلد مكون، والفيلد له نوع. خلاص؟ النوع دوت لو كان سترينج سلسلة من الحروف، والحرف يخزن ايه؟ لو كان اسكي يخزن في 1 بايت، ولو كان يونيكود يخزن في 2 ايه؟ في 2 بايت. تمام كده؟ والبايت هو ايه؟ هو سلسلة من البيتس، 8 بيتس. والبيت ايه هي البيت؟ هي اصغر وحدة تخزين للبيانات بداخل الكمبيوتر، اللي هي بتبقى اما 0 او 1. طيب اللي اكبر من الريكورد، لا احنا بنقلب الصفحة هنا، اللي اكبر من الريكورد خلاص هو الفايل، الملف. ملف بقى بيكون ادي ده شكل ملف اهو، تمام؟ بيكون فيه ريكوردز، يعني ده مثلا ريكورد 1، ريكورد 2، مجموعة من الايه؟ من ريكوردز، مخزن بيانات. لو انا مثلا عايز اعمل نوت التليفونات، فهخزن اصدقائي في النوتة ديت، هخزن الاسم، وهخزن الايه؟ التليفون، تمام؟ وهخزن الادرس. فنبدأ نقول الاسم مثلا علي، التليفون بلس 9، اي تليفون بقى، العنوان 11 شارع، اي عنوان اكتبه، ابراهيم، وهكذا وهكذا. تمام؟ يبقى اذا مما يتكون الفايل من مجموعه من الريكوردز، مما يتكون الريكورد مجموعه من الفيلدز. ما هو الفيلد؟ هو وحده تخزين بيانات ولها نوع زي انتجر، فلوت، سترينج. وما هو السترينج؟ هو سلسله من الحروف. وما هو الحرف؟ هو اما يكون يونيكود او اسكي كود. يونيكود معناها بخزن الحروف اللاتينية والعربية والصينية والهندية، جميع لغات العالم، جميع حروف العالم اقدر اخزنها، مخزنة في وحدة مساحتها 2 بايت. الاسكي مخزنة في وحدة مساحتها ايه؟ 1 بايت. تمام؟
تعالوا نراجع بقى المكتوب في السلايد. بيقول لي ايه؟ بيقول لي البت، البت اختصارها باينري ديجيت. باينري ديجيت يعني رقم حرف، رقم ثنائي. تمام. ذا سمولست داتا ايتم، هو اصغر وحده الكمبيوتر كان اسيوم. بيقول لك يا زيرو يا 1، دي البت اصغر وحده تخزين بيانات، واما تبقى زيرو او ايه او 1. طيب بعد كده الفانكشن، العمليات اللي ممكن نعملها على البت، على اصغر. The functions performed by computers involve only the smallest manipulation of zero. الايه زي ايه مثلا؟ examining يعني فحص محتوياتها، معرفة محتويات البت. setting، set عملية الست يعني ضعها بواحد، الكلير ضعها بزيرو، او الريفرس. يبقى في عمليات، يبقى اليونت، اليونت هنا هنسميها بت. الاوبريشنز، العمليات اللي تتم عليها، يا اما الاكزامن فحص محتوياتها، يا اما عمليه اسمها ست سيتنج، يا اما الكلير، عمليه اسمها سيتنج يعني ضعها بواحد، كلير يعني ضعها بصفر، او الريفرس. ريفرس يعني كانت واحد اقلبها ايه صفر. تمام. دي العمليات. بعد كده بيقول لي ايه؟ بيقول لي طيب الديسيمال ديجيتس بقى، الارقام اللي هي من 0 ل 9، والليترز من A ل Z او من A ل Z. تمام. هي ساعات تتنطق Z او Z، الزد دي. طيب والسبيشال سيمبل زي الدولار ساين والات والريميندر والاند، الاند دي ساعات بيسموها امبرساند. تمام. والايه الستار والاوبن براكت والكلوز براكت والماينس او الداش والبلس والدبل كوتيشن والايه والكولون والكويستشن مارك، خلاص، والديفايد او السلاش، ساعات بيسموها سلاش، دي سلاش يا جماعه، دي باك سلاش. كل ده اسمه ايه؟ اسمه كاركترز، حروف. الحروف هي اللي بنستخدمها عشان نكتب بيها البرامج ونمثل بيها البيانات، يبقى تمثل البيانات في صوره الحروف. ذا كمبيوتر كاركتر هي معناها كل الحروف اللي بتستخدم في كتابه البرامج وتمثيل الايتيمز، الداتا ايتيمز. قال لي ان الكمبيوتر مش بيفهم الا الزيرو والون فقط. سو ذا كمبيوتر كاركتر، الحرف بتاع الكمبيوتر، ذات ريبريزنت افري كاركتر، الحرف هو بيمثل سلسله من الايه، من الباينري. عاده بيتخزن في بايت واحد، البايت يستطيع، هو مخزن يستطيع تخزين حرف. سلسله من الباينري، خلاص، 8 ايه 8 بت. كل كاركتر بنسكن له رقم من 0 الى 255. ليه؟ لان البايت، البايت الواحد سلسله من البيتس 8 بت، بيخزن المينيمم 0 والماكسيمم 255. مينيمم 0 اللي هو كام؟ 0 2 3 4 5 6 7 8. الماكسيمم اللي هو كام؟ 1 2 3 4 5 6 7 8. خلاص. والحروف دي اسمها الاسكي، وقلنا شرحنا الاسكي اللي هو الامريكان، اختصار امريكان ستاندرد كود فور انفورميشن انترتشينج. دي حروف. اذا كل حرف له ايه؟ له الشفره المقابله له بشفره الاسكي. الشفره دي اللي عملها البنتاجون، وزاره الدفاع الامريكيه زمان، ايام الحرب العالميه الثانيه. تمام. طيب بعد كده قالوا ان الحروف بتاعه الاسكي ما بتخزنش العربي والصيني والهندي، لازم هنكبر المساحه شويه وهنخليها يونيكود كاركتر، خلاص، عشان تساع معظم لغات الايه العالم. بعد كده قال لك تعال نشوف بقى امثله. لو انا دلوقتي كبرت الش، خلاص، وحبيت اشوف مثلا حرف الاي شفرته، شفره حرف الاي هننزل في الجدول كده هنلاقي فيه هنا 6 وهنلاقي فيه 5، يبقى نقول له شفره حرف الاي بالاسكي 65، ادي ال6 وادي الايه الخمسة، وهكذا بقى ايه اي حرف من الحروف. دي طريقة البحث في الجدول. حرف الاف زي ما هو مديني هنا مثال، خلاص، 70. لو دورته على حرف الاف كابيتال، خدوا بالكوا ده اف كابيتال مش اف سمول، ادي اف كابيتال، دوره هتلاقي تقاطع السبعة مع الزيرو يعني 70، وهكذا اي حرف. ده جدول الاسكي ولكنه ممثل بصيغة الديسيمال مش الباينري. تمام. نيجي بعد كده الريكورد، وقلنا مما يتكون الريكورد هو مجموعه من الفيلدز، واهم حاجه يا جماعه كورليتد فيلدز، يعني ما تجيش مثلا تقول ايه هي بيانات الزمن،
الزمن هتقول لي يوم او التاريخ، خلينا التاريخ، التاريخ يوم شهر سنة ماشي، وممكن يكون ايه يوم شهر سنة. طب بيانات الزمن ساعة دقيقة ثانية، ما تجيش بقى تجمع اسم المريض، لا يبقى بيانات لها علاقة مع بعضها خلاص. وهنا بيديني مثال، على سبيل المثال ممكن تتكون بيانات الموظف من الاي دي، الاي دي اللي هو الرقم القومي بتاعه او رقم الهوية، النيم الاسم بتاعه، والعنوان. الاي دي ممكن نعبر عنه كرقم، ممكن النيم سترينج اللي هو سلسلة من الحروف، والادرس برضو ايه سترينج سلسلة من الحروف. الفايل هي الوحدة الأكبر من الريكورد، وهو يتكون من مجموعة من الريكوردز اللي لها علاقة إيه مع بعضها. عادي الريكورد الواحد، وده ريكورد تاني خلاص، وده ريكورد، الريكورد جواه فيلد، الفيلد دوت ننزل نلاقيه في مجموعة من الفيلدز كده تمام. الفيلد الواحد سلسلة من الإيه اليونيكود كاركترز، عشان الجافا شغالة يونيكود تمام، وهكذا. وبعد كده أصغر وحدة البت. بعد كده بيقول لي ايه هو الفيلد، خلاص a group of characters or bytes، هو سلسلة من الحروف او سلسلة من البايتس بتعبر عن المعنى. يعني مثلا انا عايز اخزن كلمة عمر، خلاص اخزنها في كم حرف؟ قال لك تخزنها في 3 كاركتر، 3 حروف. طب كل حرف لو شغالين يونيكود يبقى 2 بايت، يبقى 2 في 3 ب 6، ايه 6 بايت تمام. فقال لك الفيلد دوت بيتكون من الحروف الكابيتال والحروف السمول اللي اقدر استخدمها للتعبير عن اسم الشخص. والفيلد كونسيست اوف ديسيمال ديجيتس، او ممكن يكون ارقام، الارقام دي بتعبر عن عمر الشخص. فالفيلد ممكن يكون يا اما سترينج يا اما رقم. خلاص بكده نكون خلصنا حلقة النهاردة، شكرا والى لقاء. شكرا والى لقاء.